الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل، يتجدد لقاؤنا واجتماعنا على قراءة كتاب الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 18 من ربيع الثاني لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 16 من الشهر الأول لعام 17 و2000. وما زلنا مع شروط الصلاة، وقد وقفنا على الشرط الرابع، صح؟ طيب، احنا تفاجأنا ما في قارئ. تعال بيوسف اقرأ. صفحة 60. الشرط الرابع صفحة 60. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال حفظه الله: الشرط الرابع استقبال القبلة. ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، وهي الكعبة المشرفة، سميت قبلة لإقبال الناس عليها ولأن المصلي يقابلها. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فمن قرب من الكعبة وكان يراها وجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه، لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعا. فلم يجز له العدول عنها. ومن كان قريبا منها لكن لا يراها لوجود حائل بينه وبينها، اجتهد في إصابتها والتوجه إليها ما أمكن. ومن كان بعيدا عن الكعبة في أي جهة من جهات الأرض فإنه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة، ولا يضر التيامن ولا التياسر اليسيرا، لحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، صححه الترمذي، وروي عن غير واحد من الصحابة، وهذا بالنسبة لأهل المدينة. وما وافق قبلتها مما سامتها ولسائر البلدان مثل ذلك. فالذي في المشرق مثلا تكون قبلته بين الجنوب والشمال، والذي في المغرب كذلك. فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة، لقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي في بر أو جو أو بحر أو مشرق أو مغرب. إلا العاجز عن استقبال الكعبة كالمربوط أو المصلوب لغير القبلة إذا كان موثقا لا يقدر عليه، فإنه يصلي حسب استطاعته ولو لم يستقبل القبلة، لأن هذا الشرط يسقط عنه للعجز بإجماع أهل العلم. وكذا في حال اشتداد الحرب والهارب من سيل أو نار أو سوء أو عدو، والمريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة، فكل هؤلاء يصلون على حسب حالهم ولو إلى غير القبلة، وتصح صلاتهم لأنه شرط عجز عنه فسقط. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وورد في الحديث المتفق عليه أنهم عند اشتداد الخوف يصلون مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. نعم. الشرط الرابع من شروط الصلاة، عرفنا أن الشروط للصلاة شروطاً، عرفنا أن الصلاة شروطاً منها شروط عامة لجميع عبادات الإسلام والعقل والتمييز، إلا في الحج والعمرة فإنه يصح من دون من كان دون التمييز، الإسلام والعقل والتمييز حتى تصح الصلاة، لا حتى تجب. الوجوب يكون إيش؟ بالبلوغ. ثم دخول الوقت وإزالة النجس ورفع الحدث وستر العورة واستقبال القبلة والنية، هذا نكرره حتى تحفظ. هذا يعني أول دروس الفقه، أنك تعرف شروط الصلاة وأركانها وواجباتها ومبطلاتها. فالشروط تسبق الصلاة قبل أن تصلي، لابد أن تكون مسلما، تكون عاقلا، تكون مميزا، دخل وقت الصلاة تزيل النجاسة عن بدنك وعن ثوبك وعن البقعة التي تريد تصلي فيها، ترفع الحدث أصغر وأكبر من الجنابة ونحوها، ترفع الحدث الأصغر بالوضوء، بعد ذلك تستر العورة، تستقبل القبلة، تنوي الصلاة التي تريد تصليها، حينئذ تبدأ بالصلاة. وأول أركان الصلاة ماذا؟ أول أركان الصلاة لا القيام، تقوم بعدين تكبر، وتكبر بعدين تقوم، صح؟ القيام. فأول أركان الصلاة القيام. شوف الشروط كلها قبل أن تبدأ بالصلاة. فهذا الشرط الرابع هو استقبال القبلة، هذا من شروط الصلاة وليس مع الشروط العامة، من شروط استقبال القبلة. القبلة الكعبة، سميت قبلة لشرفها، فالناس يقبلون عليها حتى قبل الإسلام، لأن الذي بنى الكعبة ورفع قواعدها إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، وهو أول بيت وضع للناس. وهنا بالمناسبة نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر والباطنة، أن هذه الكعبة ما زالت بيد أهل السنة أهل التوحيد. تصوروا لو كانت هذه الكعبة عند الرافضة ولا عند النصيرية ولا عند الصوفية، كيف حالنا الآن وحال بيت الله الحرام؟ نحمد الله أنه في بلاد التوحيد، لا في قبور، لا في خرافات، لا في موالد، ما الأشياء هذه كلها؟ سبحان الله، الله عافى هذا البيت وجعله بأيدي أمناء يغارون على التوحيد ويدعون إليه ويذبون البدع الإسلام. فهذه والله نعمة عظيمة نحمد الله عز وجل عليها. هذه الكعبة يستقبلها المسلمون من كل مكان، بل حتى في الجو، حتى في البحر يستقبلها الكعبة، جعلها الله عز وجل قياما للناس. يقول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام حيثما كنت. قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فهذا هو الأصل الدال على شرطية استقبال القبلة في الصلاة، وهذا كما سيأتي استثناؤه إلا في صلاة النافلة على الدابة في السفر، فتصلي حيث اتجهت بك دابتك، وإلا الفريضة والنازل في الأرض فإنه وفي الحضر يتوجه الكعبة شرط حتى تصح صلاته. إذا كان قريبا منها وجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، يستقبل ماذا؟ عين الكعبة. إذا كان بعيدا يكفي أن يستقبل الجهة اللي فيها الكعبة، ولو تيامن قليلا أو تياسر قليلا لا يضره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا في شأن أهل المدينة، شأن أهل المدينة فالقبلة بالنسبة لهم بين المشرق والمغرب، لكن نحن مثلا هنا في شرق مكة، ومكة بالنسبة لنا في الغرب، فقبلتنا ما بين الشمال والجنوب، صح؟ الشمال والجنوب. فنستقبل جهة، هذه الجهة جهة الغرب، نحن الآن في هذه البلاد نستقبل الغرب ونميل قليلا إلى جهة الجنوب حتى نستقبل الكعبة. فيكفي إن كنت بعيدا عن الكعبة أن تستقبل الجهة التي فيها الكعبة، وهذا تحتاجه يا عبد الله يا مسلم عندما تسافر، خاصة في بلاد الغرب أو الشرق، فما يعرفون القبلة، فأنت بس فقط اعرف أنت كنت ذاهب إلى الغرب قل أين الشرق، فالجزيرة العربية في الشرق، وإذا كنت ذاهب إلى الغرب، عفوا إلى الشرق، يعني
جنوب مثلا شرق آسيا، قل لهم أين تشرق الشمس، فاتجه إلى إلى غروب الشمس، ها تتجه إلى غروب الشمس. فبهكذا تعرف يعني الجهة التي فيها الكعبة، ويكفيك أن تصلي متوجه إلى جهة القبلة، لأنه يتعذر أن تتجه إلى ماذا؟ إلى عين الكعبة، لأن هذا أمر متعذر. أما إذا كنت قريبا فلا بد أن تستقبل عين الكعبة. إذا عجز الإنسان عن أن يستقبل القبلة، فاستقبال القبلة كسائر الأحكام الشرعية أنها لا تجب إلا مع الاستطاعة. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، والله عز يقول ما جعلكم في الدين من حرج. هذا يكون في حق لو كان إنسان مربوطا. ما معنى مربوطا؟ يعني يكون عند أعداء أو وضعوا في غرفة مظلمة سجنوه ما يعرف أين الشرق من الغرب، أو أنه كان مريضا على سرير والسرير هذا إلى غير القبلة، فأيضا ماذا يفعل؟ يتوجه إلى أي جهة، لأنه عاجز عن أن يعرف القبلة. فمن عرف القبلة وعاجز أن يستقبلها أو جهل استقبالها ما يعرف أين تكون، فيصلي على أي حال ويقبل الله عز وجل صلاته، لأن مع العجز يسقط التكليف. نعم. كذلك في حال إذا كان هاربا من سيل أو نار مشتعلة في غابة تحترق الأشجار أو الخيام شيئا فشيئا حتى تبلغه النيران، فهذا له أن يعني يصلي لأي جهة، كما لو كان يطارده عدو أو سبع، فله أن يصلي لأي جهة ويسقط عنه هذا الشرط. نعم. ويستدعى القبلة بأشياء كثيرة منها، ويستدل على القبلة بأشياء كثيرة منها الإخبار، فإذا أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل عمل بخبره إذا كان المخبر متيقنا بالقبلة، وكذا إذا وجد محاريب إسلامية عمل بها واستدل بها على القبلة، لأن دوام التوجه إلى جهة تلك المحاريب يدل على صحة اتجاهها. وكذلك يستدل على القبلة بالنجوم، قال الله تعالى وبالنجم هم يهتدون. وعلى هذا لو أنه جهل القبلة مع قدرته على معرفتها وصلى إلى أي جهة كانت لا تصح صلاته. أنت في بلاد مسلمين، اسأل المسلمين كيف تصلون، أو أخرج من سكنك من الفندق اللي أنت نازل فيه شوف وين المساجد مبنية تجاهها، أو اسأل حتى لو سألت غير المسلمين كما قلت لكم أين الشرق أين الغرب. فاليوم ينبغي أن تأخذ من استعداداتك إذا سافرت الأجهزة الحديثة فيها في الهواتف في غير الوصلات تعرف أين اتجاه القبلة. يعني لا تتساهل هذا في هذا الأمر، هذا شرط من شروط الصلاة، ما تصح الصلاة إلا بها. كما تأخذ معك إثباتاتك، تأخذ معك مصروفك، تأخذ معك حاجاتك وانت مسافر، خذ معك ما تستدل به على القبلة حتى تصح صلاتك. حتى إذا كنت في الطائرة ممكن تسأل حتى لو كانوا كفار، قل لهم أين الشرق أين الغرب، أنت متجه للشرق والغرب، عارف نفسك لين أنت مسافر، يعلمونك سهل جدا، فتستقبل القبلة قد استطعتك وتصلي. كذلك يستدل بالنجوم لمن يعرف النجوم، كذلك يستدل بالجبال، يعني في جبال ثابتة في بلد فيها جبال، معروف أن القبلة تجعل الجبال يعني خلف ظهرك ولا أمامك حسب البلد فيها. مثل حنا في الكويت تجعل البحر ترى خلفك، ها تجعل البحر خلفك وتصير القبلة. في الإمارات لا، سبحان الله تصلي على البحر. المهم أنا الكويت تعطي البحر ظهرك وصل، يعني شوف واحد من الكويت قاعد يصلي جهة البحر عارف أن هذا مسكين نايم. لا في الكويت يبقى الجهة وإيش قبلتنا غرب. نعم. الشرط الخامس النية، ومن شروط الصلاة النية، وهي لغة القصد، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، ولا يحتاج إلى التلفظ بها، بل هو بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فينوي بقلبه الصلاة التي يريدها كالظهر والعصر في حديث إنما الأعمال بالنيات، وينوي مع تكبيرة الإحرام لتكون النية مقارنة للعبادة.
مقارنة للعبادة. لتكون النية مقارنة للعبادة، وإن تقدمت بزمن يسير في الوقت فلا بأس. ويشترط أن تستمر النية في جميع الصلاة، فإن قطعها في أثناء الصلاة بطلت الصلاة. ويجوز لمن أحرم في صلاة فريضة وهو مأموم أو منفرد أن يقلب صلاته نافلة إذا كان ذلك لغرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة مع الجماعة. واعلم أن بعض الناس قد أحدثوا في النية بدعة وتشددا ما أنزل الله بهما من سلطان، وذلك بأن يقول أحدهم: نويت أن أصلي فرض كذا عدد كذا من الركعات أداء لله خلف هذا الإمام، ونحو ذلك من الألفاظ، وهذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عنه أنه تلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا ولا أمر بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين، بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة، إذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشر فهو جاهل ضال، يستحق التعزير والعقوبة على ذلك إذا أصر على ذلك بعد تعريفه والبيان له، لا سيما إذا آذى من إلى جانبه برفع صوته أو كرر ذلك مرة بعد مرة، فإنه يستحق التعزير البليغ على ذلك. إلى أن قال: وبعض المتأخرين خرج وجها في مذهب الشافعي لوجوب ذلك، وغلطه جماهير أصحاب الشافعي، وكان غرضه أن الشافعية قال عن الصلاة: لا بد من النطق في أولها، فظن هذا الغالب أنه أراد النطق بالنية، فغلطه أصحاب الشافعي جميعهم، وقالوا: إنما أراد النطق بالتكبير لا بالنية. انتهى كلام الشيخ. والتلفظ بالنية كما أنه بدعة فقد يدخل في الرياء أيضا، لأن المطلوب إخلاص العمل لله وإخفاؤه، إلا ما ورد دليل بإظهاره، فالذي ينبغي للمسلم أن يكون وقافا عند حدود الشريعة، عاملا بالسنن، تاركا للبدع مهما كان نوعها وممن كان مصدرها. والله تعالى يقول: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فالله أعلم بنيات القلوب ومقاصدها، فلا حاجة إلى التلفظ بها في الصلاة وفي جميع العبادات. والله تعالى أعلم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. بارك الله فيك. النية الشرط الخامس، بعضهم يجعل النية من أركان الصلاة، وبعضهم يجعلها من شروطها، وكل من شروطها أنسب، لأنه النية لحد الآن قبل الصلاة، ما بدأ بالصلاة، ولا بد منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما تصح الأعمال وتقبل بالنيات الصالحة مع الأعمال الصالحة، لا بد من نية صالحة وصادقة يبتغى بها وجه الله، ولا بد من عمل صالح على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعمل شيء خطأ يقول: إيش الأعمال بالنيات؟ لا بد من هذا وهذا، لا بد من نية صالحة حسنة يبتغى بوجه الله العمل، يبتغى في العمل وجه الله، ولا بد أن يكون العمل صالحا على سنة رسول الله. إذا اجتمع هذا وهذا صحت الأعمال. فلا بد حينئذ أن نعرف أن النية لغة معناها القصد، وشرعا هو العزم على فعل العبادة تقرب إلى الله عز وجل، وإنما قيل تقرب إلى الله عز وجل بحيث لو فعلها أراد بها رياء أو سمعة أو غير الله عز وجل فهذا شرك، وهذا رياء محبط للعمل،
فالنية تدخل في باب التوحيد وإخلاص العمل لله، هل عملك لله أو لغير الله، وتدخل في أحكام الفقه وهو تخصيصك هذا العمل، ماذا تريد بهذه الصلاة، أهي فريضة أو نافلة، أهي ظهر أم عصر، فتحديدك للعبادة، تغتسل هذا الغسل جنابة ولا غسل تبرد يختلف. لو أن شخصا ما غسل ليتبرد بعد ما انتهى من الغسل تذكر أنه على جنابة، يلزمه ماذا؟ أن يرجع ويغتسل لأن ما نوى رفع الجنابة. أو واحد يخوض بالماء غسل وجهه وتمضمض وغسل أطرافه بعد ما انتهى ذكر أنه محتاج إلى أن يتوضأ قد أحدث، فقال هل يكفي الماء الذي يعني عبث فيه وتبرد فيه؟ لا يكفيه، لابد أن ينوي أن يرفع الحدث، لابد من نية، لابد من تحديد العمل الذي تريد أن تعمله. فالنية الآن تدخل في بابين اثنين، باب التوحيد والإخلاص، هل نيتك لله أو لغير الله؟ الأمر الثاني النية في العمل، يعني من حيث تخصيص العمل وصفك إياه، هل هو فريضة ولا نافلة ولا ظهر ولا عصر، ها؟ ولا مثلا قضاء ولا أداء، لابد أن تكون ناوي محدد هذه العبادة قبل أن تبدأ بها. والنية محلها القلب الذي قال إنما الأعمال بالنيات، من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يؤثر عنه قط أنه قال نويت أن أصلي ولا نويت أن أتوضأ ولا نويت أغتسل ولا نويت أعتكف، ولا أبدا ما حصل، ولا أي دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا حتى عن أصحابه أنهم تلفظوا بالنية أبدا، وإنما قال به بعض متأخرين من الشافعية وشددوا في ذلك، حتى عندهم من لم يتلفظ بالنية لا تصح صلاته، وهذا غلط من قال ذلك، فهم من كلام الشافعي أنه قال أنه يتلفظ في أول الصلاة، فظن يتلفظ الصلاة يعني بالنية، لا، أول الصلاة ماذا؟ بعد ما يقوم أول الصلاة التكبير، لا بد أن يتلفظ، لأن أذكار الصلاة ما يجزء فيها أن الإنسان يمرها على عقله مرارا، مثل بعض الناس كبر أطبق شفتيه ما شو إلا ركع، هذا ما قرأ، لا بد أن يقول الله أكبر، لا بد أن يتلفظ بها، ولا بد أن يقرأ الفاتحة قراءة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما يمرها على عقله هكذا. إذا لو كان هكذا إذا ما الفرق بين التفكير وبين القراءة؟ أفرض واحد في الصلاة أخذ يفكر بعد ما يخلص الصلاة بيروح المدرسة يجيب الأولاد بعدين يتغدى بعدين ينام شوي بعدين العصر يروح يجي التفكير، هذا هل هذا يبطل الصلاة؟ هذا ينقص منها تفكير سرح لكن ما تكلم، لكن لو تلفظ وقال سأذهب بعد الصلاة المدرسة أخذ العيال وأتغدى بطلت صلاته. إذا فرق بين الإنسان يفكر وبين الإنسان يتكلم، أنت مطلوب في الصلاة ماذا؟ ها أن تقرأ، أما تكبر أنت صامت، تقرأ فأنت صامت، تركع أنت صامت، هذا ما قرأ. حتى الذي يريد أن يذكر الله الأذكار اللي يسبح التسبيح التهليل أذكار الصباح المساء لابد أن تحرك شفتيك وتقرأ. فالمهم أن هذا فهم بعض المتأخرين من الشافعية، أن كلام الشافعي أنه يرفع صوته وبأول الصلاة ظن أنه يتلفظ بالنية وقل نويت أن أصلي، هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه قط أنه تلفظ في إيش في النية، وإنما النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، كما أن التلفظ بها مع أنه بدعة يزعج الآخرين، وهو باب من أبواب الوسوسة. كثير من الناس يقول كأني ما نويت، كأني ما نويت صح، وعيد وعيد وعيد. حتى الشيخ الثمين دائما يذكر طرفة، يقول في واحد في الحرم جاي يصلي صلاة الظهر، يقول قبل كبر الإمام هو إيش يقول؟ نويت أن أصلي صلاة الظهر حاضرا مؤتما بالإمام، الكلام هذا. ففي واحد يكبر هذا نويت صلاة، يقول فقال له صبر صبر ما قلت بعد كم الساعة، يقول له ما قلت كم الساعة، نويت أن أصلي صلاة الظهر حاضرا مؤتما، يعني هل هذا لو كان وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لنقل صح؟ في حياته ما قال نويت أن أصلي صلاة الظهر مؤتما ولا إماما ولا أداء، ما قال هذا، يعني هناك داعي يدعو إلى أن ينقل ما دام هذا من الدين، الدين حفظ الله كله وكان نقله الصحابة
لم يؤثر قط أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا واحد من الصحابة سمعه ولا مرة واحدة قال نويت أن أصلي حاضرا ولا قضاء ولا مؤتما ولا خالصا لوجه الله. ديباجة طويلة ما أنزل الله بها من سلطان يتظاهر بها ويزعج الآخرين ويتأخر عن تكبيرة الإمام، وربما دخل الوسواس قال لا ما قلت الديباجة الصحة، يرد مرة ثانية عيدة وعيدها، وكل هذا المسلم في غنى عنه. فالحقيقة أن النية معناها القصد، كونك أنت ذهبت إلى الماء وفتحت تريد وقد دخل الوقت تريد أن توضأ أن ترفع الحدث هذا نية، كونك أنت ذهبت المسجد ووقفت تريد أن تصلي هذا النية. النية محله القلب والتلفظ بها بدعة. مما يراعى في النية أن تستمر في نيتك إلى أن تقضي صلاتك. كيف تستمر؟ يعني كما لو نوى أحد أن يقطع صلاته، هذا يتصور له صور، خلينا نذكر صورة منها أن بعض الناس يصلي منفردا فتذكر أو سمع بإقامة صلاة فنوى ماذا؟ أن ينتقل ويصلي الجماعة حتى يدرك الجماعة. هب أنه بيته مثلا قريب من المسجد فظن أن الصلاة قد انتهت الجماعة، فبدأ شرع يصلي وهي اللي سمع الإقامة، ها يمدي الآن لو أنه انطلق للمسجد وبيته قريب أن يدرك الصلاة، فنوى أن يقطع الصلاة أو يقلبها نافلة، ثم بعد ذلك غير رأي قال لا خلينا أكمل صلاتي، هذا قطع نيته بطلت صلاته. لابد أن يكون مستمرا في نيته، إذا قطع صلاته قطع نيته قطعت صلاته. نظير هذا الوضوء، لو أن شخصا ما نوى الوضوء، وقد سئل الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه هذا السؤال، قال واحد قبل المحاضرة يتوضأ وفي دكتور صعب جدا ما يسمح لأي طالب يدخل بعد دخول قاعة المحاضرات، فالطالب يتوضأ في نص الوضوء تذكرنا الآن الدكتور فلان هذا اللي ما يسمح المتأخرين بالدخول، فترك نصف الوضوء وانطلق، لما توجه إلى قاعة المحاضرة تذكر أنه لا مش الدكتور هذا العسر الصعب، فرجع باقي له يغسل رجليه، يستأنف الوضوء ولا يغسل رجليه يكفي؟ ها يستأنف لماذا؟ لأنه قطع النية. شوف شلون الصورة هذه واضحة، قطع النية أن يكمل الوضوء، ذهب حتى لا يكمل قال خلاص توضأ بعدين لأن هذا الدكتور ما يخليني أدخل إذا تأخرت، فتذكر وهو ماشي ذكر لا مش هذا الدكتور الصعب هو أسهل منه، فرجع قال عليه أن يستأنف الوضوء لأنه قطع نيته. ففي النية يشترط أن يستمر في نيته في الصلاة إلى أن يقضي صلاته، إذا قطعها بطلت صلاته. طيب النية لها أيضا أحكام ومسائل، قضية تحويل النية تحول وهو في أثناء الصلاة إلى صلاة أخرى، ماذا يجوز منها وماذا لا يجوز؟ أول شيء حتى تعرف أن في صلاة اسمها صلاة نفل مطلق، نفل مطلق ركعتين لوجه الله تعالى، واحد نشيط هكذا بيصلي ركعتين توضأ يصلي نفلا مطلقا، وفي صلاة فريضة وفي صلاة نفل مقيد يعني سنة الفجر أو سنة الظهر. طيب فإذا دخل إنسان في صلاة معينة يريد أن يصلي الظهر وكبره في أثناء الظهر، هل له أن يقلب نيته إلى صلاة أخرى؟ نشوف فيها تفصيل. إذا أراد أن ينقل صلاته من معين إلى معين بطلت صلاته، يعني واحد وهو يصلي صلاة الظهر في الركعة الثانية تذكر أنه ما صلى الظهر، عفوا وهو يصلي العصر في الركعة الثانية تذكر أنه ما صلى الظهر وإيش صلى الآن؟ العصر، أثناء الصلاة تذكر أنه ما صلى الظهر فذهب وقلب نيته إلى ظهر، هذا يريد أن ينتقل من معين إلى معين، هو في أي صلاة هو الآن؟ في العصر، ويريد أن يقلبها إلى ظهر، الظهر معين والعصر معين، فإذا أراد يخرج من الصلاة من معين إلى معين بطلت صلاته. إيش تحسب له هذه الصلاة؟ لا هي ظهر ولا هي عصر، أما العصر لأنه قطع نيته، وأما الظهر لأنه ما نواها من أولها، ولا يجوز أن ينتقل من معين إلى معين، هذه واحدة. إذا أراد أن ينتقل من معين إلى مطلق ويصلي صلاة الفجر ركعتين منفرد يصلي وحده
في الركعة الثانية تذكر أن في مسجد يتأخر في الإقامة، حول صلاته إلى ركعتين لوجه الله تعالى سنة، هو يصلي فريضة معين فيحولها إلى إلى نفل مطلق، تصح أو لا تصح؟ تصح صلاته. إذن الصورة الأولى ركز عليها، الصورة الأولى من معين لمعين لا تصح، من معين إلى مطلق تصح. طيب من مطلق إلى معين، واحد يصلي ركعتين لوجه الله تعالى أثناء صلاته الضحى قاعد يصلي، ذكرنا مش ما صلى اليوم الفجر فاتتهما ناسي، فحول هذه ركعتين النفل المطلق إلى معين، يصح أو لا يصح؟ لا يصح. طيب بقي صورة أخيرة، هو أن يصلي مطلق نفل مطلق يغيرها إلى نفل مطلق، هذا لا تتصور. يعني القسمة الرباعية الآن عندنا معين وعندنا مطلق، صح؟ عندنا معين وعندنا مطلق، قسمة رباعية لها أربع صور، من معين إلى معين، من معين إلى مطلق، من مطلق إلى معين، صح؟ الصورة الرابعة المتصورة القسمة العقلية من مطلق إلى مطلق، يعني واحد يصلي ركعتين نفل مطلق لوجه الله تعالى يحولها إلى ركعتين نفل مطلق لوجه الله تعالى، ما يتصور هذا. تبهتم؟ صارت إذن تحويل النية لها ثلاث حالات فقط، وهي أن يتحول في صلاة من معين إلى معين، هذا لا يصح. أن يتحول من معين إلى مطلق، معين إلى مطلق يصح. أن يتحول من مطلق إلى معين لا يصح. إذن ليصح فقط صورة واحدة، أن ينتقل من معين إلى مطلق، وغير ذلك لا يصح أن يقلب نيته وهو أثناء الصلاة وقد بدأ في الصلاة، لا يجوز وهو في صلاة معينة يقلب إلى صلاة معينة أخرى، ولا يجوز أن يصلي مطلقا يقلبها إلى معين، وإنما الذي يجوز هو أن يكون في صلاة مقيدة يقلبها إلى نفل مطلق، هذه الصورة التي تجوز فقط. واضح؟ يجوز يحولها من نفل مطلق إلى نفل مطلق، هذا غير متصور، ما هو في نفل مطلق كيف يحولها؟ ما التحول أصلا. انتبهتم؟ هذا يعني ما يتعلق بتحويل النية أثناء الصلاة. ثم ذكر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية والتخطئة لبعض المتأخرين من الشافعية، وذكر أن أيضا هذا يستدلون بعدم الجهر، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك ولا أمر به ولا أقر أحد عليه، ولأن الله يقول قل أتعلمون الله بدينكم، استفهام استنكاري، الله يعلم أنت ماذا تصلي، في ماذا تقول نويت وأن أصلي كذا وكذا، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. أنا أستأذنك أبا يوسف أقرأ شوي، تأذن لي؟ بارك الله. يقول باب في آداب المشي إلى الصلاة. أيها المسلم إنك بحاجة ماسة إلى معرفة الآداب المشروعة التي تسبق الصلاة استعدادا لها، لأن الصلاة عبادة عظيمة ينبغي أن يستقبلها استعداد وتهيئ مناسب ليدخل المسلم في هذه العبادة على أحسن الهيئات. فإذا مشيت المسجد لتؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين فليكن ذلك بسكينة ووقار. المشي إلى الصلاة يجب أن يكون بسكينة ووقار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما يجوز إنسان يأتي مسرعا، ربما يعمل حوادث، ربما يعني يضايق الناس، ربما يغبر عليهم، السرعة المعتادة. طيب، لأنه أيضا إذا أتى مسرعا ربما دخل وهو يلهث فيذهب خشوعه، يذهب خشوعه، وقد يكون هذا السرعة أيضا غير يعني غير مناسبة لمروءة الرجل. تركض، عليش تركض تلحق الصلاة؟ لو كنت حريصا خرجت مبكرا، صار لك ظرف تخرج إيش؟ على سكينة، وما أدركته فصلوا وما فاتكم فقضوا. واضح؟ قال فإذا مشيت للمسجد تؤدي الصلاة مع الجماعة المسلمين فليكن ذاك بسكينة ووقار. والسكينة هي الطمأنينة والتأني في المشي، والوقار الرزانة والحلم وغض البصر وخفض الصوت وقلة الالتفات. وقد ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة، وفي لفظ إذا سمعتم الإقامة،
فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وروى الإمام مسلم قال إن أحدكم إذا كان يعمل للصلاة فهو في صلاة. يعني المشي للصلاة هذا إيش؟ تابع للصلاة. فلذلك حتى لا تشبك من أصابعك قبل الصلاة ولا تمشي مسرعا، حتى هذا كله تابع للصلاة. وعليه أقل شيء يقال أنه يكره السعي الشديد إلى الصلاة لأن لهذا الحديث. فإن قال قائل ولكن الله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فكيف تارة نقول إيش ما تسعى سعيا شديدا إلى الصلاة والله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. المراد هناك فاسعوا يعني السعي المعنوي، يعني كن جاهزا ومتحضرا وحريصا على أن تأتي للصلاة، وليس المراد أنك تجري جريا، وإنما تسعى يعني تكون حريصا وتبكر وتستعد وتترك ما بين يديك، تترك البيع، تترك اللهو، تترك التجارة وتتوجه للصلاة، وليس المراد أنك تسعى للنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تأتوا وأنتم تسعون وعليكم السكينة فلا منافات. قال الشيخ وليكن خروجك أيها المسلم إلى المسجد مبكرا لتدرك تكبيرة الإحرام وتحضر الصلاة مع الجماعة من أولها. ولذلك قيل قدر دينك بقدر صلاتك. تبي تعرف دينك ودين غيرك انظر في صلاتك في صلاة غيرك. حتى من أجمل ما سمعت بعض العوام يقول، يقول إذا سألك فلان كيف هو من رجل قل كيف هو مع صلاة الفجر، آت من الآخر يقول ها. إذا كان هو محافظ على الصلاة فهو يرجى له أن يكون مستقيما في أخلاقه في تقواه بعيد عن الفحشاء بعيد عن المنكر، لكن فرط في الصلاة فهم يمكن أن يظن فيه كل سوء، لأن الله يقول في كتابه ماذا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني إذا ما كان يصلي أو لم يكن محافظا على صلاته أو لم يكن مديما عليها فهذا لا يأمن على نفسه أن يكون، ولا نأمن أن يكون إيش صاحب فحشاء أو صاحب منكر والعياذ بالله. والله يقول في كتابه فخلف من بعدهم خلف ها أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، والغي هو قيل وادي في نار جهنم، المهم هو عذاب شديد نعوذ بالله. فإضاعة الصلاة والتفريط فيها والتأخير عنها بشكل مستمر هذا من الكبائر، حتى أن التخلف عن الصلاة الجماعة بشكل مستمر من صفات من؟ المنافقين. كذلك الاستثقال يستثقل الصلاة هذا أيضا من صفات المنافقين، تخلف عنها بشكل مستمر صفات المنافقين. حتى قال مسعود ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. فأنت يا عبد الله يا مسلم إذا كنت ممن يتأخر بشكل مستمر فأنت على خطر أبد. بعض الناس الله المستعان الله يعنه وياكم على طاعته يوميا يا فرض يا فرضين يا ثلاثة إن لم يكن خمس فروض متأخر، يا ركعة يا ركعتين، أو يكون هو إيش من المداومين على الجماعة المتأخرة الثانية، دائما تشوف الجماعة الثانية يا إمام يا مأموم، وأحيانا حتى الجماعة الثانية متأخر عنها ركعة ركعتين. هذا غلط كبير، تفريط هذا في أعظم أركان الإسلام العملية الصلاة. فلو أراد أن يخرج إنسان لحاجة من الحاجات اختبار عنده ولا موعد طيران ولا حنوح ذاك لبكر، فالصلاة لابد أن تبكر لها وتدرك تكبيرة الإحرام. حتى أن من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءة، براءة من النار وبراءة من النفاق، شيء عظيم هذا. فحافظ على صلاتك وبكر، والذي يبكر أيضا يدرك أمورا جميلة، منها انتظار الصلاة وهو في الصلاة ما انتظر الصلاة، ومنها السنة القبلية، ومنها السكينة، وأشياء الله يعيننا وإياكم على طاعته. يقول وليكن خروجك أيها المسلم إلى المسجد، يعني من الأشياء المؤثرة، مرة زرنا الإفتاء مع الشيخ فلاح وبعض الأخوة الكرام فالتقينا بحال المشايخ يعني ممن عمل مع الشيخ بن باز رحمة الله عليه، فذكر لنا أن يوم من الأيام كان أحد الموظفين يقرأ على الشيخ بن باز، فأذن المؤذن والشيخ ما انتبه. الآن نسيت الشخص إيش اسمه، فنفرض اسمه عبد الله، يقول ويقرأ الشيخ والشيخ كذا الشغل في الإفتاء. فالشيخ يعني سأله قال هو أذن،
قال يا شيخ أذن صار العشر دقائق. يقول لما قال أذن صار عشر دقائق قال أذن؟ قال يصلى العشر. قال أذن يا عبد الله؟ أذن؟ ويكرر عليه كيف أذن ومخلينا احنا نقرأ ومستمرين. يقول استنكر عليه انكار شديد حتى ذاك الرجل خجل. خلاص أذن ننطلق. يقول هاي أذن؟ يعني هل يعقل ان أذن وحنا ما زلنا مستمرين وانت داري ان أذن؟ ولذلك يقول كم وكم فات المسلم ايش بسبب قوله ماذا؟ توه مأذن. توه مأذن معناه كما يقول بعض المشايخ يقول يعني ان كثيرا من الناس ما يقول كم باقي على الأذان انما يقول كم باقي على الإقامة. فهذا يعني تفريط. الله يوفقنا وإياكم. طيب يقول وليكن خروجك أيها المسلم إلى المسجد مبكرا لتدرك تكبيرة الإحرام وتحضر الصلاة مع الجماعة من أولها وقارب بين خطاك في مشيك للصلاة لتكثر حسناتك. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. وهذا يعني مما يرفع الدرجات وكفر السيئات. بل جاء في حديث إحداهما ترفعه درجة والأخرى تحط عنه خطيئة. أقول جاء في حديث في صحيح مسلم أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أبعد المصلين عن المسجد ممشى وكانت لا تخطئه صلاة يعني ما تفوت ولا صلاة وهو أبعدهم إليه ممشى. فقيل له لو اتخذت حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء. رمضاء صلاة الظهر والعصر عندما تكون الأرض ساخنة رمضاء حارة تركب لك حمار تتخذ حمار في الرمضات وفي الظلماء ظلام قد تقع في حفرة ولا في شيء تشتري لك حمارا. اقترحوا عليه هو أبعد المصلين إلى المسجد ممشى. فقال الرجل لا أود أو لا أحب أن يكون لي ذلك إني أحتسب على الله ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. شوف حتى الرجعة يريد فيها أجر. فذكر ذاك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام قد كتب الله له ذلك كله حتى الرجوع. لأن الرجوع تابع للذهب ما دام ذهب يحتاج إلى رجعة. ولذلك هذا الرجوع له أحكام الذهاب نفسه. فسبحان الله هذا يعني فضل عظيم من الله عز وجل أن المسلم إذا خرج للصلاة له بكل خطوة ترفعه درجة ولو خطوة أخرى تحط عنه خطيئة. قال فإذا وصل باب المسجد فقدم رجلك اليمنى عند الدخول وقل بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وهذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الدخول بالرجل اليمنى فهذا قالوا يعني من الآداب قد لا نجد عليه دليلا لكن قالوا من الآداب الأماكن الكريمة تقدم في الرجل اليمنى والأماكن القذرة أو الخبيثة ونحو ذلك كالخلاء ونحوه تقدم رجلك الشمال. ولذلك الخروج من المسجد أكرم من الخروج فتقدم تقدم في الخروج رجلك اليسرى. قال وإذا أردت الخروج قدم رجلك اليسرى وقل الدعاء الذي قلته عند الدخول وتقول بدل وافتح لي أبواب رحمتك وافتح لي أبواب فضلك. وذلك لأن المسجد محل الرحمة والخارج من المسجد محل الرزق وهو فضل من الله. فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد. تسمية هاتين الركعتين تحية المسجد تسمية اصطلاحية يعني الفقهاء والعلماء ورثة الأنبياء سموها ماذا؟ تحية المسجد ولا بأس بها التسمية لأنه اصطلاح. وهاتان الركعتان لا يحل لك أن تستحل الجلوس في المسجد حتى تصلي هاتين الركعتين فهما واجبتان على الصحيح. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نهى عن الجلوس وأمر بالركعتين. الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي تحريم. يعني هنا شوف هنا أمران النهي عن الجلوس قبل أن يصلي ركعتين والأمر بصلاة ركعتين. وما يؤكد ذلك
وجوب تحية المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو يخطب الناس خطبة الجمعة مستمر في الخطبة يذكر الناس، فدخل رجل وجلس فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وتوجه بخطاب الرجل، قال صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فقالوا كون النبي عليه الصلاة والسلام يقطع خطبته ويخاطب رجل ويأمره في هذه اللحظة مع أن الذي داخل الخطبة مأمور ماذا؟ أن يستمع لذكر الله، فأمره أن لا ينشغل بالاستماع للخطبة وأن ينشغل بصلاة ركعتين، وقطع خطبته وتوجه له بالخطاب. يؤكد ماذا هذا؟ يؤكد وجوب صلاة تحية المسجد. نعم من الفقهاء من يقول باستحبابهما، لكن ظاهر الحديث وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأثناء الخطبة كل ذلك يدل على ماذا؟ على تأكيد الوجوب على أن يصلي من أراد الدخول المسجد ركعتين قبل أن يجلس. لو دخل في الصلاة في أي صلاة، يعني مثلا صلى سنة الفجر أو سنة قبلية أو صلاة قائمة ودخل معهم أجزأوا هذا عن تحية المسجد، لكن لو دخل في غير وقت صلاة مثلا يريد أن يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين أنه يسأل قبل أن ينكر، وهذا يحتاجه كثير من الناس. قد تنكر على إنسان شخص على شخص ما فعل معين، أول شيء استفسر حتى لا تحرج نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل، قال أنتم الذي بلغني عنكم تقولون كذا وكذا؟ قالوا نعم. تأكدنا وقالوا قام وخطب وأنكر عليهم. للذين قالوا ماذا؟ أحدهم قال أصلي ولا أرقد، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال أعتز النساء فلا أتزوج أبدا. أنتم الذي بلغني عنكم قلتم كذا وكذا. هذا الرجل جلس قد يكون صلى في طرف المسجد ما انتبه له النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، فقبل أن ينكر عليه ماذا قال له؟ أصليت ركعتين؟ قال لا. فلما علم أنه لم يصلي قال قم فصل ركعتين. فاستفاد العلم من هذا الحديث أنك قبل أن تنكر على الواحد اسأله استفسر منه. قد تجد إنسانا مفطرا في رمضان تقول أخ أنت مسافر ولا مريض لا سمح الله ولا قاعد تاكل تناسي، قبل أن تنكر عليه، فقد يكون مريضا وقد يكون ناسيا. أي والله مريض. طيب مريض أخي توارى عن الناس، ما هو طيب تفطر أمام الناس يسوون فيك الظن، قل هكذا. أو أنت غريب مسافر لا تأكل أمام الناس، أما تبادر بالإنكار وقد تخطئ بذلك وتحرج نفسك. يقول ثم تجلس تنتظر الصلاة، ولتكن حال جلوسك في المسجد انتظار الصلاة مشتغلا بذكر الله وتلاوة القرآن، وتجنب العبث كتشبيك الأصابع وغيره. تشبيك الأصابع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لمن ينتظر الصلاة، فقد ورد النهي عنه في حق منتظر الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكنا فإن التشبيك من الشيطان. وهذا لا ينافي أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك من أصابعه، وهو يقول المسلم للمسلم كالبنيان وشبك بين أصابعه. هذا شبك للتعليم، هذا التعليم، وقد يكون أيضا ليس في حال انتظار الصلاة، أما أثناء انتظار الصلاة فلا تشبك من أصابعك. طيب فرقعت الأصابع، هذا أيضا من العبث، كما أنه يقال أنه مضر صحيا، الإنسان يطق أصابعه فرقعها هذا مضر صحيا. طبعا أشد كراهة لما يكون في الصلاة، في ناس أثناء الصلاة يعبث، هذا أشد كراهة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، عن تشبيك الأصابع قبل الصلاة في انتظار الصلاة، فكيف أثناء الصلاة؟ فالواجب على المسلم أن يخشع في صلاته وأن يجتهد في أن يأتي بها من غير عبث. قال أما من كان في المسجد لغير انتظار الصلاة فلا يمنع من تشبيك الأصابع، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد بعدما سلم من الصلاة. وفي حال انتظارك الصلاة في المسجد لا تخذ في أحاديث الدنيا، لأنه روي في الحديث أن ذاك يأكل حسنات كما تأكل النار الحطب، لكن هذا ما يصح الحديث، أن الكلام في أمر الدنيا في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب لا يصح. يقول وقد ورد في الحديث الآخر أن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وهذا بحمد الله عز وجل يدلك على ماذا؟
أنا الذي ينتظر الصلاة متضايق لماذا ما قيمة الصلاة، هذا مخطئ. فأنت ما دام تنتظر الأجر والحمد لله يكتب لك، يكتب لك الأجر. قال والملائكة تستغفر له إذا جلس في مصلى بعد الصلاة، تستغفر له الملائكة. قال فلا تفرط أيها المسلم في هذا الثواب وتضيعه بالعبث والاشتغال بالقيل والقال. وإذا قيمت الصلاة فقم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هذا فيما أعلم يعني استنكره بعض أهل العلم، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقوم عند هذه الكلمة، وهذا قد تجده في بعض المساجد، يمكن مش منتشر هنا عندنا في بلادنا، يقوم المؤذن يقيم الصلاة كلهم جالسين، إذا قال قد قامت الصلاة قد قامت قاموا جميعا. لكن شيخ الثمين يقول هذا لا أصل له، بإمكانك تقوم حتى قبل أن يقيم المؤذن الصلاة، ممكن الإنسان يتقدم حتى يحصل الصف الأول مثلا إذا شعر إيش بأن الإقامة قد قربت، ويقوم إذا سمع الإقامة سواء بلغ كلمة قد قامت الصلاة أو لم يبلغها تقوم. طيب يقول وإن قمت عند بدء الإقامة فلا بأس بذلك إذا كان الإمام يرى المأموم يرى الإمام، فإن كان لا يراه حال الإقامة فالأفضل أن لا يقوم حتى يراه. أيها المسلم احرص أن تكون في الصف الأول، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. هذا أسلوب ترغيب، لو يعلم الناس يعني ما فيهم الأجر والثواب، كم سيكتب الله عز وجل في هذه الأعمال، لتنازع عليه، كل يقول لا أنا أريد أؤذن النداء الأذان الصف الأول أن يقف صف الصف الأول، لحصل نزاع بينهم. وعن التنازع ما في إلا يعملوا ماذا قرعة يستهموا يعني يعملوا قرعة، هذا يقول أريد أن أذن، هذا يقول أريد أن أذن، هذا يقول لا الصف الأول لي وهذا يقول لا. لكن الناس ما شاء الله تفريط تام بالصف الأول ما يعلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحث على الصف الأول، يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول يعني من الأجر والثواب ثم لم يجدوا لحل هذه المشكلة عندما يتنازعوا على الصف الأول إلا أن يستهموا عليه يعني القرعة بينهم لاستهموا. وقال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها، تكمل حديث وخير صفوف النساء آخرها، تكون كل ما ابتعدت أفضل. يقول واحرص على القرب من الإمام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يليني يكون خلفي. وهذا لا يدل الحديث كما يفهم بعض الناس خاصة بعض الشيبان كبار السن أنه يطرد الصغار من الصف الأول، يمكن ما يعرف حديث هذا وسامع معناه. هذا الحديث يحث الكبار أولي الأحلام والنهى الناس البالغين وأصحاب العقول أن هم يبادروا ويكونوا خلف الإمام، لأن قد يفتحون عليه إذا أخطأ في الصلاة، قد يسبحون إذا نسي، قد يخلفه بعضهم إذا خرج من الصلاة انتقاض وضوء نحو ذلك أو أصابه رعاف مثلا، ما يأتي مثل العامة ولا صغار السن يكون خلف الإمام. لكن هذا لا يعني أنك إذا وجدت صغيرا في الصف الأول إيش ترجعه للخلف، خاصة إذا كان مميزا. يعني الصغير بدون التمييز الشيخ الثمين يقول ينبغي أن لا يؤتى به المسجد، يعني طفل عمره 2-3 سنوات يعبث يقوم يتحرك هذا غلط. لكن إذا بلغ السادسة وما فوق هذا يؤمر بالصلاة، فإذا أتى مبكرا عمره 6-7-10 سنوات وقف الصف الأول لا يحق لأحد أن يرجعه. كما أن بعض الناس يزجر هذا الصبي زجرا، ربما تسبب بإيش أن يكره المسجد أو يتحرج من الصلاة فيه، يعني بلطف. أولا ليس من حقك أن ترجع وقد سبق إلى الصف، لأن هذا الصف مباح للكل، الأحق فيه من سبق وقد سبقك إليه، حريص أنت يا أيها الكبير تبكر حتى لا يسبقك الصغير. أما إذا وقف فلا لأحد حق أن يدفعه. لكن هذا توجيه لأولي الأحلام والنهى أنهم تعالوا وكونوا خلف الإمام للحاجة إليه.
يقول هذا بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فالصف الأخير من صفوف النساء أفضل لها، لقوله صلى الله عليه وسلم وخير صفوف النساء آخرها، لأن ذاك أبعد لها عن رؤية الرجال. وتأكد في حق الإمام والمصلين الاهتمام بتسوية الصفوف، قال صلى الله عليه وسلم صفوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، متفق عليه. وفي حديث يقول من حسن الصلاة، وفي الحديث آخر قال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال تسوية الصفوف هي تعديلها بمحاذاة المناكب والأكعب جمع كعب. كان الصحابة يتراصون في الصف رضي الله عنهم حتى أن أحدهم لا يلصق كعبه بكعب أخيه وركبته بركبة أخيه ومنكبه بمنكب أخيه، فظن البعض أن هذا معناه أنك تلتصق كعبك بكعب أخيك من أول الصلاة لآخرها، حتى أنه إذا تحرك من بجانبك ها يسيرا لحقه، فإذا لحقه هذا غلط. المقصود أصلا منها تقارب الأكعب والركب والمناكب، المقصود هو تسوية الصف، لا أن يكون ملتصقا من أول الصلاة لآخرها. والذي يؤكد ذلك أن قد قال الصحابة كان يلصق أحدهم كعبه بكعب أخيه وركبته بركبة أخيه، كيف تقول ما يلصق؟ نقول أصلا الركبة ما تلتصق، قف مع أي إنسان بجانبك هل تلتصق الركبة؟ لا يمكن تلتصق الركبة. والمناكب الناس يا أخوان بين طويل بين قصير ما تلتصق، فكيف يحمل الالتصاق هذا على أن يماس الكعب الكعب للكعب؟ إذا كان معنى يلصق كعبه بكعب أخيه وركبته بركبة أخيه، إذا نقول كيف تلتصق الركبة بركبة أخيك؟ لا يمكن هذا. جرب وشوف، وقف جنب واحد ما لابد يكون في فراغ بين الركبة والركبة، صح؟ لأنك المنكب لا يمكن أن يكون الركبة في نفس المستوى، تفتح رجليك إذا فتحت ابتعدت، لابد أن تكون واقف معتدل، فلا يمكن أن تلتصق الركبة، فيحمل يلصق أحدهم كعب أخيه كعبه بكعب أخيه يعني يقاربه، ليس المراد أن يلصق إيش الالتصاق التام، واضح؟ لا يمكن هذا. ولذلك بعض الناس قد يتأذى من هذا الالتصاق، فأذيتك لأخيك المسلم ضرر في إثم، قد تذهب خشوعة، قد يكون رجل مجروح، قد يكون الإنسان يتضايق من ماذا؟ من التصاق قدم الآخرين بقدمه، ما يعرف ظروف رجلك، يمكن أنت فيك جرح، فيك حاجة، يمكن هو فيه جرح. التصاق هذا حتى بعضهم يبالغ حتى ربما يعني جعل قدمه فوق قدم أخيه، هذا أصلا لا يمكن. الالتصاق الاقتراب الشديد اسمه التصاق ولا لا؟ إلا واحد جاء وقف عند أهلك في السوق ولا في مكان عام بينه وبينه صبعين، تسكت له؟ شو تقول له؟ تقول شفيك لاصق بالمرأة، صح ولا لا؟ بيقول أخي مو لاصق بينه وبينها صبع، صبع تعتبر لاصق ولا لا؟ ملتصق ولا لا؟ ها؟ لا يقولك لا شوف لا باقي سنتي بينه وبين زوجتك شفيك أنت؟ كله روح الله وسع عليك منك روح لها الحين، صح ولا لا؟ فالقرب هذا ما تعتبره أنت التصاق؟ لو واحد وقف تعتبره ولا لا؟ ليش اللي لو رجل أجنبي وقف عند زوجتك مسافة صغيرة التصاق، ولو وقف صحابي عند صحابي الكعب الكعب مقابلة ما تعتبره التصاق؟ هذا التصاق. أما أن حتى بعضهم ماذا يفعل؟ يلتصق بالكعب فيضطر إيش إلى أن يحني قدمه، وبعضهم يضطر إلى إيش؟ أن 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 يجاء يعني أن يباعد بين رجليه لأنه يريد أن يلتصق بهذا وهذا. وأنا أذكر يعني أول ما اشتدت الدعوة وقويت في الكويت يعني قبل 40 سنة تقريبا، كانت مشاكل كثيرة بين الشباب وبين الشيبان، هذا يفتح وهذا كذا وتصير هوشة في المسجد وكذا، وش دليلك وش كذا وكذا. بعدين طلع أصلا هذا خطأ، وبين الشيخ ابن عثيمين وبين غير المشايخ أن المراد هو تسوية الصف، لا أن تصعد القدم على القدم وتؤذي نفسك وتؤذي الآخرين. حتى أن بعض الناس يعني ما يدري إيش يقرأ الإمام،
فقط متابع ينزل يطالع يشيك شوف هذا والله والله عظيم. أذكر الشباب ذاك الوقت يمكن خفت هاي خفت كثيرا ها بس خفت أنا ما قلت انتهت خفت والحين إن شاء الله عقب الكلام هذا حطنا عليهم إن شاء الله تنتهي. هذا غلط هذا خطأ صح. بعض الناس الضايق ترى في شيء لاصق برجله ما يعرف يصلي. إذا هذه سنة إذا هذه سنة أنت آذيت مسلما وأذهبت أذهبت خشوعه هذا سيء أكبر. ممكن تترك السنة هذه من أجل اجتناب تنفير الناس وإذهاب خشوعهم. وإذا أنت جعلت الكعب أمام الكعب قريبا من حصل الالتصاق لأن أصلا المقصود منه إيش هذا المقصود منه؟ مقصود ماذا يا إخوان؟ تسوية الصف تسوية الصف. ولذلك اللي يقولك لا ألصق وهذا ظاهر الحديث يقول لك طيب كيف تلصق الركبة؟ جرب أنت جرب قوموا أنتوا اثنين بعد الدرس مو الحين وقف جنب واحد ما يمكن الركبة تلصق بالركبة واضح؟ ما يمكن. طيب والمنكب ما يلتصق مع المنكب إذا كان واحد طويل واحد قصير كيف؟ واحد طفل واحد رجل ما يمكن. يقول ويتأكد في حق المصلين سد الفرج والتراص في الصفوف لقوله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم وتراصوا رواه البخاري. ومعنى لاصقوا الصفوف حتى لا يكون بينكم فرج فالمراصة التصاق بعض المأمومين ببعض ليتصل ما بينهم وينسد الخلل فلا تبقى فرجات للشيطان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتسوية الصفوف بتراص المأمومين فيها اهتماما بالغا مما يدل على أهمية ذلك وفائدته. وليس معنى هذا رص الصفوف ما يفعله بعض الجهال اليوم من فحج رجليه حتى يضايق من بجانبه لأن هذا العمل يوجد فرجا في الصفوف. نعم لأنه إذا يعني فرج بين رجليه راح يكون إيش فراغ بين المنكبين صح؟ ما يقدر يفرج بين منكبيه هو أصلا فقط بين رجليه فراح يكون في فراغ من الأعلى. يقول وليس معنى رص الصفوف ما يفعله بعض الجهال اليوم فحج رجليه حتى يضايق من بجانبه لأن هذا العمل يوجد فرجا في الصفوف ويؤذي المصلين ولا أصل له في الشرع. فينبغي للمسلمين الاهتمام بذلك والحرص عليه ابتداء بنبيهم واتمام لصلاتهم وفق الله الجميع ما يحبه ويرضاه. نبه بعض المشايخ أيضا من مشايخ المعاصرين أن بعض الناس كما يقال تحصيل حاصل يقول استووا استووا الله أكبر. أنت لما تقول استووا تنتظر ماذا؟ الصفوف تستوي حقيقة لكن بعضهم يعني تحصيل حاصل استووا استووا الله أكبر حتى الناس حد الآن ما استووا. فينبغي الانتظار حتى يتمكن المسلمون أو المصلون من تسوية الصفوف ثم تكبر. يذكر أن في واحد من المعاصرين يعني قال لأجنبي عسكري قال أنت كم تحتاج حتى تسوي الطابور والاصطفاف مع ناس جدد في الجيش؟ قال أحتاج الفترة الفلانية. قال ألقي نظرة إلى الحرم المكي ما أن تقام الصلاة إلا صف الناس ها خاصة لما تشوف لها الصورة من بعيد كيف صف الناس لأداء الفريضة مع أن هؤلاء لا تعرفوا من قبل وكل واحد جاي من قارة كل واحد جاي من بلد لا يعرفوا لغة بعض ما أن تقام الصلاة إلا صفوا سبحان الله صفا عجيبا ليصلوا. منظرة العجيبة التي واحد فكر فيه كيف الناس اجتمعت هل دقيقة واحدة الإقامة كم مدتها؟ دقيقة واحدة. يعني قال لو أردت أنت جيش أقل من هذا بكثير حتى تعمل لك طابور حتى تصففهم حتى تعلمهم تحتاج إلى مدة طويلة ولازم عسكر وجدد وشباب. شوف هؤلاء كبار بالسن عرب عجم فارقة سويون استراليون من كل مكان من كل فج عميق جاءوا الله أكبر الله أكبر صفوا جميعا صفا عجيبا ليصلوا. هذا شيء من الله عز وجل هذا مما يؤكد محاسن الإسلام وصحة هذا الدين الذي لا يقبل الله عز وجل دينا سواه. نكتب على قدر الله تعالى أعلم. اللي عنده سؤال تفضل فيه. تفضل أبا سعيد. من معين لمقيد المعين هو نفس المقيد هو نفس المقيد اي مطلق
من ماذا إلى ماذا؟ من مطلق لمقيد ما يصح. الذي يصح فقط حالة واحدة، من معين إلى مطلق. واضح؟ طيب. بارك الله فيك، هذه المسألة معلومة بس في لها أدلة، معين إنما الأعمال بالنيات. نيتك الصلاة الفلانية كيف تتحول إلى صلاة ثانية؟ خليت قطعت نيتك، لأن إيش النية يشترط فيها أن تتصل إلى آخر الصلاة. لما تقطعها إلى صلاة ثانية أخليت فيها، لكن لو جعلتها سنة مطلقة يجيزون هذا أهل العلم. نفلة مطلقة، نعم. تحول النية مطلق إلى مطلق. ما يصح. من مطلق إلى مطلق. لا أعلى ولا أدنى. ما يصح واحد يحول مثلا صلاة المغرب إلى عشاء. ولا عشاء. كيف نفلة مطلقة يعني؟ إذا مقيد ما يصلح. أنت نويت تصلي الصلاة الفلانية، كبرت ناوي الصلاة الفلانية، لازم تتم الصلاة الفلانية سواء كانت نافلة أو فريضة إذا عينتها. إذا تحولها إلى فعل مطلق يجوز، بس هذه الحالة فقط. طيب. ذكرت الشيخ من قطع النية بطلت العبادة، قاس على ذلك التردد في النية؟ لا التردد لا. لو تردد مثلا هو مثلا صايم صيام تطوع وقال أفطر ولا أكمل، أفطر ولا أكمل، أفطر ولا أكمل، هذا ما زال صومه صحيح. نعم. إذا خرج واحد المسجد تكرم بدورة المياه أو السيارة واجب، هل خرج المسجد؟ إذا خرج مدة طويلة عرفا فإنه دخل مرة أخرى يصلي تحت المسجد، إذا فترة يسيرة لا بأس، ما يلزمه. التورك نعم، إذا كان يتورك في الصلاة ويكون وزنه ثقيل ويزعج الأمام ما يجوز. نعم لا ضرر ولا ضرار، ما يصير تأذي الناس. نعم شيخ بارك الله فيك، إذا بغيت أصلي الوتر ثلاث بدون وتر ثلاث ركعات من غير التجلس فيها، إيه نسيت صليت ركعتين وتحيات سلمت وما سلمت. إذا سهوت تسجد للسهو في النافلة وفي الفريضة أحكامها واحدة، سجد السهو. يعني أسلم و... أنت سلمت انتهيت؟ إيه سلمت. وتناوي تصلي ثلاث؟ ناوي أصلي ثلاث. إيه كمل ثلاث واسجد يعني وسلم واسجد وسلم، لأنك هذا الحين جلوسك زيادة جئت به ناسيا، وسلامك هذا زائد إلى الصلاة جئت به ناسيا، فتكمل صلاتك وتسلم وتسجد وتسلم، أن عند الزيادة السجود السهو يكون بعد السلام. نعم. إذا يجوز للحاجة أن تخرج عن الإمام من غير أن تستأنف الصلاة، تفارقه يسمونه تفارقه، إذا للحاجة كما لو أطاله على غير المعقول فإنك تفارقه كمل صلاتك، كما لو أن الإمام تقض وضوء خرج ولا في أحد يخلفه يكملون كل واحد وحده مثل المسبوقين. نعم. طيب سؤال أخير. صلى الإمام وأتى شخص وصلى مع المسبوق لإتمام المسبوقين، ها؟ نعم. هذا يجيزون أهل العلم، لكن الشيخ الثمين يقول أن بعض الناس ماذا يفعل؟ يأتم بالمسبوق، طيب ثم يأتي واحد يأتم بالمسبوق، ها؟ يعني نفس المسبوق مثلا صلى ركعتين وباقي ركعتين صح؟ صارت جماعة وقف معه صار جماعة، فيأتي واحد مسبوق بعد المسبوق الأول، ثم يأتي واحد مسبوق بعد المسبوق الثاني، ثم يأتي واحد مسبوق مع بعد مسبوق، وهكذا خاصة المسائل في الأسواق، ممكن صلاة المغرب إلى قبيل العشاء أول واحد مكبر مع الإمام والباقي مع المسبوق 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 المسبوق، يقول هذا يتأكد أنه ليس من السنة. ما فعل هذا الصحابة رضي الله عنهم ولا أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. كل ما ورد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته، كانت
ابن عباس بايت عند خالته ميمونة، وميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عند خالته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، بدأ بالصلاة، فقام ابن عباس عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه. هذا استدل به على ماذا؟ على أنه يجوز أن تلحق بواحد يصلي وتأتم به. لكن ما يفعله الناس اليوم، واحد يأتم بالمسبوق فيأتي واحد آخر فيصير يصبح مسبوقا، فيأتم بالمسبوق الثاني، والمسبوق الثالث يأتم بالمسبوق الثاني، والمسبوق الرابع يأتم بالمسبوق الثالث، ولمتى؟ هذه صورة ما هي واردة أبدا. لذلك الذي أنصح نفسي أنك ما تلتحق أنت بأحد من المسبوقين. الأصل أن تحرص على أن تصلي الجماعة الأولى، حتى الجماعة الثانية أصلا فيها كراهة، وفيها من العلم لا يجيزها وشدد فيها، ما في شيء اسمه جماعة الثانية والثالثة أصلا. هذا الجماعة الثانية والثالثة جعل الناس تتساهل في الصلاة، حتى وسمع لبعضهم ما يشغل يتأخروا، يقول لحظة مو مستعد، إحنا جماعة أصلا، هم ثلاثة أربعة، يقول إحنا جماعة، يعني مش مهم لو طافتنا الصلاة، إحنا نصلي الجماعة الثانية. إيش هذا؟ وذاك المساجد اللي في الأسواق ممكن بين المغرب والعشاء 10 جماعات، جماعة بعد جماعة بعد جماعة بعد جماعة، هذا ما أنزل الله بهم السلطان. لو أن إنسان صلى أحيانا لغير تفريط جماعة ثانية لا بأس، أما في ناس أبد، شوف الجماعة الثانية على طول يا إمام يا مأموم، لا يمكن يأتي يوم إلا تجده في جماعة ثانية يا إمام يا مأموم. طيب لماذا؟ المساجد البلد مليانة مساجد، كنت بعيد صلى بأي مسجد؟ شدندن هذا اللي كل يوم صلاة صلاتين ثلاث جماعة ثانية، هو نفس الشخص يا إمام يا مأموم يا إمام يا مأموم، غلط، هذا تفريط كبير. هذا الله يوفقنا وإياكم طاعته، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.